بسطت الدنيا وكثرت الملهيات والمغريات والقنوات والشاشات المدمرة والأفلام الهابطة، وهذا كله من آثار بسط الدنيا. وأنا أتعجب كل العجب والله. قبل يومين أنا شد على راسي بوحدي في الدار، شد على راسي وأنا أسمع لأحد المخرجين التافهين وهو يبرر ويسوغ ما اقترفته يداه من إخراج فيلم إباحي يدعو إلى الرذيلة ويشجع المغاربة على الإباحية والجنس الغير الشرعي، فيقول أنا أؤدي رسالة، أنا أريد أن أترك بصمات يتذكرني بها المغاربة بأنني قد أديت رسالتي. نعم أديت رسالتك، يشهد الله أنك أديت رسالتك، ولكنك أديت رسالة إمامك إبليس عليه لعائن الله. قال أنا، هذا تمثيل، لماذا تعيبون عنا أيها الرجعيون أيها الظلاميون؟ لماذا تستغلون منابركم لتتهجموا على المتنورين، على الذين ينورون عقول الشباب ذكرا وإناثا؟ ما الذي يضير هذه الفتاة؟ ما الذي يضير هذا الممثل وهذه الممثلة وهما فقط مجرد تمثيل، لا حقيقة لما يفعلان؟ تمثيل، رجل أجنبي يعانق امرأة لا تحل له، تمثيل، يقبلها تمثيل، يدخلها في فراش واحد منزوعي الثياب تمثيل، يحتضنها تمثيل. وقد يكون هذا المصور وهذا المخرج هو زوج تلك المرأة التي هي بين أحضان ذلك الممثل، تمثيل. الله، كدنا أن نتهم عقولنا وفهمنا، تأتي بامرأة أجنبية وتفسخها وتبينها في المسارح والسينما ودور السينما والتلفاز وغير ذلك في علاقة جنسية، والعلاقة الجنسية لا ينبغي أن يطلع عليها أحد حتى فيما هو مشروع منها بين الزوجين، يحرم أن يطلع عليها أحد، فما بالكم بالزنا؟ يقدمون للمجتمع الزنا على أنه تمثيل، ونسميهم نجوما ونقيم لهم مهرجانات لتكريمهم، نكرمهم لأنهم نجوم، والله ما هم بنجمة، وما هم بنجمة، وإنما هم نقمة على البلاد والعباد. فهذا من بسط الدنيا على الناس بنظارتها وزخرفها وحلاوتها وتحريك جنود إبليس لتسويقها إلى الغافلين من هذه الأمة.
ولله در الإمام الشافعي عليه رحمة الله، وهو يبين وينصح من أراد أن يدق وأراد أن يتوسع في هذه الحياة، فيقول في إحدى روائعه: ومن يرد الدنيا فإني طعمتها وسيق إلينا عذبها وعذابها، فما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها.